في الأونة الأخيرة كي بديت نعمل دورات تكوينية فيما يخص تربية النحل، لاحظت أنه فيه إقبال كبير للنحالين والنحالات بالخصوص. أنا ننصح كل نحالة تحاول أنه تحب هذه المهنة وتحاول تدخل لهذا المجال أنه تختص في تربية الملكات وإنتاج الغذاء الملكي، يعني باش يتسهلها تربية النحل نوعا ما، لأنه ما يكونش فيه ترحال، ما يكونش فيه تعب، يعني حمل الخلايا يكون عندها ريشي فيكسي، يعني منحل مستقر. لكل نساء ماكتة في البيت يعني ومحبة لهذا المجال، إنسان يبدأ بالعقل حتى يتمكن بتقنيات علمية، بدورات، يعمل دورات تكوينية، حتى لأي مشروع كان المرأة تحاول أنه تجسده في الواقع تاعها، لأنه بعد ما تكون نفسها بتقنيات علمية تساهم في تطوير هذا المجال. يعني أنا ننصح كل مرأة أنه تأمن بالقدرات اللي عندها، تأمن بأنها قادرة تكون ومن كان.